لكن شوف كيف ركض ووجد المساحة كندريفا، كذلك في التدخل إلى الأمام حاول لكنه لم ينجح، كيف كذلك في التراجع، ونشاهد الإبعاد والتألق من القارات مرت من أمام المرمى وبجانب حارس المرمى إلى خارج الملعب لركلة مرمى. شوف ينفخ 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 إلى أن خرجت، وبعدها شق الحلج وابتسم. ديفيد لويس كان متواجد هنا، الاستقبال كويتا في التدخل، دخل على صدر اللاعب ودخل كذلك على اللاعب وأعاق ركلة الجزاء. إذن في انتظار تنفيذ الانتر جول. الله جول متابعي بي ان سبورت، شوط المباراة الثاني ينطلق الآن في الملعب الدولي في سنغافورة، وأولى المحاولات تأتي من جانب تشيلسي. برزوفيتش إلى اليسار، تسديدة أولى، جول جول، لكن يا حرام يا حرام تعود لصالح الانتر. والله فريق الانتر في الهجمات المرتده، والان كندريف يقود الهجوم يرسلها الى اقصى اليسار، هنا محاوله اذا تاتي، ممكن 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 جول جول. فاليرو الى منتصف الملعب، ماريو يتقدم، يمر يمر يمر، يلعب الى الامام، هذه جول الثالث 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 الثالث، جول. لا في رايكم شاهد الاعاده وين؟ مش متسلل، اعتقد قرار